كمان معنا اللقاء مع أسرة الشهيد جندي أحمد محمد أحمد علي. الضرب والموت والكلام ده كله ده ضنا. يا أحمد يا أحمد يهديك. قال لي والله بابا أنا كويس. طب يا أحمد أنت في مكان أمان؟ قال لي والله بابا في مكان أمان وسور جوه سور وبتاع. قلت له ماشي يا أحمد. يا دوبك عدى يوم والتاني اللي بصيت لقيت قدام أخوه قام أحمد قام جاي واقع في الأرض. وانا طبعا بقول له في ايه في ايه؟ قال لي احمد استشهد. انا عم قال لي احمد استشهد بقى اعصابي حلت خالص. الحمد لله رب العالمين من فضل ربنا علينا. لما عرفت ان هو بيخدم في سينا فطبعا كنت بدعي ربنا ان ربنا يحميه هو واللي زيه ويعينه على اللي هو فيه. الحمد لله الحمد لله ان ربنا اختصنا بالنعمه دي. الحمد لله ان هو راح لربنا وساب لنا برضه سيره كويسه ما بين الناس. ربنا اختصه بالشهادة الحمد لله. وكله كان معانا كويس الحمد لله وكله بيعاملنا كويس جدا. انا اخته وانا فخورة جدا اللي هو استشهد. يعني هكمل مسيرته. انا عاوز اكمل مسيرته واخد حقه. هو كان بيكلم واحد زميله بيقول له يا محمد انا حاسس ان انا مش هشوف امي تاني. حتى الشد كان منتشر جامد على الفيسبوك. وانا حاسس ان انا هستشهد انا مش هشوف تاني والله انا هموت. ساعتها طبعا ان انا كنت مش قادر ان انا يعني استوعب الموقف. بس بعد كده بقيت ان انا فخور جدا في اي حته اقول انا اخو الشهيد فلان فلان. في اي حته اروحها في اي مكان. حتى انا اصلا يعني انا مش مشهور زي احمد. احمد الله يرحمه كان صحابه كتير لان هي مش بتفكرنا احنا على طول فاكرينه. هي بتفكر الناس ودي حاجه كويسه عشان خاطر الناس تحس باللي هم مش حاسين بيه اللي هم مش لامسينه. احنا لامسينه لكن الناس مش لامسه الموضوع ده بصراحه. هو القوات المسلحه ما سابوناش يعني نشكرهم جدا في كل المناسبات في اعياد في اي مناسبات بيجوا لنا وبيزورونا والحمد لله يعني هم ناس محترمة جدا ومسابوناش بالأمانة. بنقول اللي هم عايشين معانا هو بس الحاجة اللي بتحس فينا أو إن إحنا مثلا مش شايفينهم ما بنسمعش صوتهم لكن هم على طول معانا. يعني أنا مصبر نفسي أنا على طول حاسس إن أحمد جنبي. أنا مش حاسس إن هو استشهد.